كتبت صحيفة الفاينانشال تايمز البريطانية مقالا بعنوان إردوغان يوجه ضربة لاقتصاد تركيا، معتبرة أن إقالة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان لحاكم المصرف المركزي مراد تشيشتن وتعيين نائبه مكانه ستنعكس سلبا على الاقتصاد التركي. أشارت الصحيفة إلى أنه بعد تعرض إردوغان لأكثر من خسارة في صناديق الاقتراع كان يجب عليه توخي الحذر في قراراته، لا سيما تلك المتعلقة باقتصاد البلاد الهش. وتابعت قائلة: قرار الرئيس التركي المتهور بإقالة حاكم مصرف البلاد يثبت أنه لن يخفف من ميوله الاستبدادية أو كبح جماح سياساته الاقتصادية غير التقليدية. وختمت الصحيفة مقالها قائلة: آخر شيء تريد تركيا اليوم هو زعزعة ثقة المستثمرين أو زيادة الضغط على الليرة التركية، لذلك يقوم الرئيس التركي باللعب بالنار ويخاطر بمنصبه في حال تسبب بانهيار الاقتصاد في البلاد.